والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك لكم هذه الذكرى الطيبة، ذكرى مولد عقيلة بني هاشم سيد زينب عليه السلام. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيارتها وشفاعتها في الأخرى إن شاء الله عز وجل، ويدفع البلاء عن مجاوريها. آل طه طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدت كما يشرق الكوكب، فأم تباهي ويزهو أبو، علي وفاطمة أنجباك، عينا من الخير لا ينضب، وجاء بك جدك المصطفى ليختار لاسمك ما يعجب، فقال ولست كما تعلمان أسبق ربي بما تنجب، وهذا أخي جبرائيل أتى بأمر من الله يستعذب، يقول إلهي ورب الجلال تقبلتها وأسميتها زينب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه إشارة إلى قوله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن، فإن الله عز وجل يتقبل أهل البيت سلام الله عليهم. وهم من هم؟ الحديث عن سيدة زينب عليه السلام حديث يطول، وماذا يعني احتار الإنسان ماذا يقول أمام هذا الصرح الشامخ من الإباء ومن الشجاعة ومن البلاغة ومن الجرأة في الله عز وجل ومن المكارم. ولا عجب في هذا، فإن هذه البضعة الطاهرة العقيلة هي ابنة الزهراء عليه السلام، ومن تكن أمها الزهراء فلا عجب في أن تكون هكذا. لذلك حديثي سيكون حول العفاف، باعتبار أن زينب عليه السلام رمز العفاف، وإذا أردنا أن نقدم في هذا الزمن الذي لم يعرف الحياء ولم يراعي العفاف، بل لا تجد في قواميسه معنى العفاف، هذا الزمن وهذا العصر الذي وصل الإنسان فيه إلى منحدر حتى أن كل إنسان يتصرف كما يحلو له ويظن أن هذا هو الحق. الآن إذا أردنا أن نسأل ما هو العفاف لطلاب الثانويات، كل يعرفه على ذوقه. واحد طبعا العفاف اسمه الرجال والنساء، لكن في الغالب نحن الذهن ينتقل إلى المرأة باعتبارها رمز العفاف، المرأة أريد لها أن تكون عفيفة. والعفاف طبعا له معاني، لكن هذا أحد معاني العفاف، هو الكف والامتناع، حينما يكون الإنسان يمتنع عن شيء أو يمنع نفسه عن ممارسة الشهوات والميول المحرمة يقال له عفيف، سواء في مجال الجنسي أو مجال المادي أو مجال المعنوي وإلى آخره. فإذا هي صفة رائعة يتحلى بها الإنسان وهي زينة للإنسان. قصة المرأة يعني المرأة زينتها العفاف، المرأة التي لا عفاف لها ولا حياء لها حقيقة لو سوي ألف عملية تجميل تبقى قبيحة. فالعفاف لأهميته ولقيمته تحدث عنه القرآن وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الطاهرين، فهو صفة خلقية راقية ينبغي لكل إنسان أن يشتغل وأن يعمل على أن يحوزها، على أن يطورها عنده، حتى لو عنده عفاف يطور هذه الصفة. فقد ورد في الحديث عن إمامنا أمير عليه السلام قال أفضل العبادة العفاف. أفضل العبادة، العبادة مو بس واحد يصلي وصوم، هذا بس سهلة، أفضل العبادة العفاف، أن يعف هذا الإنسان.
وعنه عليه السلام حينما ولى محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه، هذا الرجل الصالح حينما ولاه مصر، قال: أعلم أن أفضل العفة الورع في دين الله والعمل بطاعته. وقال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف. يعني الشهيد مو أكثر أجر من الإنسان العفيف، ممن قدر فعف، يعني يكون في موضع قدرة يستطيع أن يعمل المعصية لكن يمتنع، هذا مو شيء قليل أبدا. لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، شغلة ليست عادية. وقال عليه السلام: العفة أفضل الفتوة، الشاب يعني إذا كان عفيف طبعا أفضل شيء تقول هذا الشاب أو مو شاب اللي عنده عفة. والعفاف زينة الفقر، فإن الفقر قد يوقع الإنسان في ماذا؟ في السرقة، في الاحتيال، في كذا، حينما يعف تحسبهم أغنياء من التعفف. القرآن الكريم يمدح بعض المؤمنين ويقول عليه السلام: زكاة الجمال العفاف. مثل واحد جميل رجل أو امرأة زكاته أن يكون عفيفا. وقد حث القرآن الكريم ومدح أولئك الناس: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني قصروا الجانب اللي احنا عندنا من الروايات أنه المرأة الصالحة والجيدة التي تكون عفيفة مع غير زوجها، لاحظ، ومتبرجة مع زوجها. الآن اللي يصير العكس في المجتمعات هاي الغربية، المرأة تكون عفيفة وحصان، يسموه حصان يعني محصنة، حصان مع زوج مع غيره، مع زوجها غير زوجها، ومتبرجة مع زوجها. وهذا مطلوب. إذا الزوج يسمع الآن كلمات حلوة من برا بعد يطلع بزوجته، أبدا أبدا، خصوصا لا تجي الآن يعني للبيت، أحيانا ما حد تجي للبيت، يعني تكس تجي الآن بسهولة، تمام، تكس مسج يقرأ كلمة حلوة والله، مثل واحد مريض مثلا والزوجة طول عمرها ما سمعت كلمة حلوة، وهي مسؤولية طبعا صار مضاعفة. على كل حال تحتاج إلى عفاف، لما واحد يشعر إنه هذه القضية لا يحق لي له الاسترسال فيها، فلذلك مدح هذا المدح الكبير. نحن في ذكرى سيدنا زينب عليه السلام ونحن نريد أن نقدس، يعني نعظم هذه الخصلة، هذه القيمة الأخلاقية الرائعة، لأنه نحتاج إليها الآن، نحتاج إليها غاية يعني في أشد الحاجة إليها، نحتاج إلى أن نلقي الضوء عليها، نحتاج إلى أن نطرحها للعالم. اليوم العالم ما عنده شيء اسمه عفاف، تمام، اليوم بالمدارس غير قدام بعض، صحيح، زين، اليوم في تشوفون انتم في هذا الجيل، حتى بعض المسلمين، يعني هذا الجيل ما يعرف شيء اسمه عيب وكذا، حتى بالبيت، يعني حتى بالبيت يشوف بالافلام الام، يعني اكرمكم الله جميعا، مشدحه بالبيت امام اطفال طبعا، زين، فالبنت تعلم من امها، الابن يشوف ابوه ما مهتم، يعني ما لابس ملابس محترمه يعني، فيتعلم من ابيه، فلما يجي يسمع يقول الحياء والعفه وكذا، شوف هذا حكي غير منطقي غير واقعي، يعني تمام، حكي بالهوى هذا بالكتب. فلذلك نحن اليوم ان مطلوب منا ان نعرض هذه، ان نقدم هذه القصبة وهذه القيمه الاخلاقيه الرائعه ونركز عليها، لانها قيمه مفصليه اساسيه في كل مجتمع، هذا المجتمع الذي يريد ان يعيش على الحياه القيم، والا اذا ما يريد بحث اخر. السيدة زينب عليه السلام رمز العفاف، أفضل قدوة. حينما نتقدم الآن ونقول هذه القضايا العفاف والحياة وإلى آخره، حينما نقدم قدوة للناس وبديل للناس، لأبنائنا لبناتنا، ما يروحون يدورون السيلبرتيز، ما يدورون أصحاب الأفلام، ما يدورون هذه النساء مثلا اللي كلكم يعرف ما هي، التي لا ليس عندها حتى شيء، يعني شيء اسمه العيب والحياء، حينما يتعلقون بهذه السيدة الطاهرة ويشوفون معاني ومضامين الطهر فيها، عند ذلك سوف يعتزون بهذا. يعني اليوم واحدة من مشاكل الجيل في هذه البلاد، واحدة من مشاكله الكبيرة
أن هذا الجيل حينما يذهب إلى المجتمع يرى نفسه غريب، تمام؟ خص البنات يعني. إذا ذهبوا المدرسة وما في محجبات مثلاً بالمدرسة، ما في يعني هذا الشيء، الجو مو موجود، فيشعرنا بالعار أحياناً، يشعرنا بالخجل، يشعرنا بالضعف، يشعرنا بالنقص، وهذه مشكلة كبيرة. العفاف من الناحية النفسية هو جزء لما يسمى بالذكاء الأخلاقي. هناك مبحث طرح بالتسعينات يسموه الذكاء الأخلاقي، هذا له دور كبير، نحن لازم نشتغل عليه وربي أولادنا عليه، مهم جدا. هذا الذكاء الأخلاقي ينبني على أسس سبعة، من هذه الأسس هو الأساس اللي هو الإنسان يسيطر على ذاته. واحدة من الأسس السبعة منها الضمير طبعا، منها الأمور الأخرى. واحدة من هذه الأسس أن الإنسان يسيطر على نفسه، يعني عنده كنترول على نفسه، زين. هذا جدا مهم. هذا يبتني على جانبين، التفتوا إلى هذه. لماذا؟ لأنه اليوم إذا واحد أنت الآن تعلمه مثلا، تعلمه بالصلاة والصوم ويتعلم شكل ميكانيكي يعني يتحرك ويقوم معك مع الأب والأم، ولكن تعجب هذا الإنسان لماذا في ساعة واحدة أشوفه على الفيسبوك أو على وسائل التواصل، وهذا الإنسان فاسد متهتك إلى آخر درجة، لماذا؟ قد نعجب نحن، لكن استمعوا، إذا عرفتم هذه النقطة لا نعجب. هذه النقطة اللي هي من الذكاء الأخلاقي، هذه النقطة وهي السيطرة على النفس اللي هي self control تسموها، تبتني على أمرين، جانب معرفي وجانب تطبيقي، جانب يعني سلوكي. أما الجانب المعرفي أن الإنسان يدرك ويشعر باحترامه لنفسه وأهميته لنفسه بدرجة لا يضعها في كل مكان، هذا هو المعنى. يعني الآن في ناس ما عنده دين، لكن مو مستعد حتى لو يموت، ما مستعد يتنازل ويذل نفسه علشان شهوة، ما مستعد. ولهذا تعجبون في مسلمين صائمين مصلين من أسر مسلمة يقرأ دعاء وكل شيء، لكنه بس يروح من عندك بالساعتين انتهى، بس يغيب الأهل عنه انتهى. وفي ناس لا مسلم، عائلة ما عندها التزام ديني، لكنه تقدير لنفسه عالي. هاي نقطة جدا مهمة، حينما يكون تقدير الإنسان لنفسه عالي على الجانب المعرفي طبعا، يعني يدري نفسه، هو يعرف قيمتها كالجوهرة. الجوهرة ما تكب في أي مكان، صح؟ توضع في أماكن، مكان محترم، في مكان خاص. على المستوى المعرفي إذا عرف الإنسان نفسه أكبر بكثير من لذة، ما مستعد يذل نفسه وما مستعد يضعها من أجل شهوة دقائق أو لحظات أو ثواني أو كذا، أن يذل هذه النفس، يحترم نفسه كثيرا فلا يهينها، لأنه وضع النفس في المعصية هو إهانة، تمام؟ فهذا الإنسان إذا عرف هذه النقطة يطبقها في الجانب السلوكي. في الجانب السلوكي يعني أي سلوك يؤدي بالإنسان إلى الذل والهوان يمتنع عنه، أي شيء مهما كان هذا السلوك، إذا شافه يصير ذليل من وراءه، زين. ولهذا إحنا عندنا يعني الإشحاد حرام في الإسلام، واحد يشحد، ليش يشحد؟ لماذا؟ حرام. وهناك أحكام فقهية لهذا، لأن هذا الإنسان يذل نفسه، والله عز وجل لا ينبغي، لا يريد الإنسان يذل نفسه. فالإنسان حينما يدرك ويقدر نفسه عاليا سوف يطبق هذا المعنى بشكل سلوكي بشكل عملي، أنه لا يهين نفسه. ولهذا يقول إمامنا عليه السلام أمير المؤمنين: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. الإنسان اللي يشوفه شخصيته ضعيفة وين ما يروح يتشكل مع المجتمع اللي هو فيه، يعني راح مع المؤمنين صار مؤمن، مع الفسقة صار فاسق، مع كذا، هذا عنده مشكلة كبيرة. من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره، يمكن في أي لحظة يسوي سبعة وذمتها. فإذا إذا كان الإنسان تقديره لنفسه متدنن ونازل، هذا لو يسمع حديث ومواعظ وكذا كله يدخل منهم يطلع منهم، هذا مسألة غاية أهمية. نحن الآن نربي أولادنا اللي قلهم إنه هذا حرام ذاك حلال كذا، لكن لم نعمل على أن نقوي عندهم شخصيتهم، بحيث إذا راح في مجتمع ألف واحد من المدرسة، ألف واحد وألف وحدة مو محجبات وما ملتزمين وكذا، يبقى يعتز بدينه. في هذا الشيء موجود عندنا الآن؟ نادرا تجد أنه واحد يروح
ويشعر بالفخر، يعني مو بس انه يستحي ما يستحي، يشعر بالفخر لذلك. وهذا من الامور التي صعبه مو سهله، ولهذا افضل العباده هي العفه. افضل هذه العباده ان الانسان يعتز بنفسه. اليوم كما قلت السيده زينب عليه السلام في ذكراها من اجمل الاشياء ومن اروع الاشياء ان نقدمها لابنائنا لاجيالنا لبناتنا، انه ليس العفاف شيء يعني مستحيل، ليس شيء صعب. زينب عليه السلام دخلت وهي أسيرة إلى ابن زياد، تمام؟ دخلت عليه، ولأهمية العفاف انظروا إلى أهمية العفاف عند السيدة زينب عليه السلام، واللي هي هذه نظرة الإسلام، يعني هي تمثل الإسلام، تمثل بيت النبوة. تقول لما دخلت إلى بيت إلى قصر طاغية، أول شيء ماذا قالت له في خطبتها؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، يعني نسائك جالسين بالغرف مصونات، تمام، وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت استوعبن. طلع واحد مرته زوجته أقاربه وكذا، ولا دربان كيف يمكن، قد هتكت استوعبن وأبديت وجوههن. فتقول حرام يا ما يطلع وجه زوجته، لا مو هذا، بقياس إلى هذا البيت المقدس بيت النبوة، هذا ما متعود على اللغة، هذا بيت كله طهر، كله حياة، كله عفاف. وقد تحجب قدر معصومين. أنا قرأت مرة في 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 مذكرات لبنت الإمام خميني رضي الله عنه، بنته تقول حينما كان يأتي أبناء أخي زين ويبدأ هي عندها إلى البيت إلى بيت الإمام، وكان عندهم أولاد يعني 15 مراهقين يعني العمر هذا، فحينما يأتي الأبناء ويأتون الصبايا عندي أنا، الإمام كان يأمر بأن هؤلاء يروح عند بيت من غرفة ثانية بيت ابن سيد أحمد، الصبايا لحالهم والأولاد لحالهم، لأنه يدري هذه مظنة لمن؟ مظنة للريبة، مظنة للريبة. قد يكون تقول صعبة هذه الآن شوية الوضعية هذه، ما هذا شيء، هذا ليس معصوم، يا رجل عالم. على كل حال، لأنه يدري الإمام عليه السلام حينما كتب إلى محمد بن أبي بكر هذه الكلمة جميلة، يقول له اعلم أن نعم، يقول أن الله يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف، يعني الذي لح كثيرا في الطلب، هذا يعني يعتبر خلاف العفة وخلاف الحياة. الإمام عليه السلام يقول له إن شئت أن لا تخرج النساء يعني الاختلاط مع الرجال. وقد وقف الإمام عليه السلام في الكوفة، خطب بالناس وقال لهم في بعض الخطبه: أما تستحون أنه كل واحد تارك مثل زوجته أو بنته أو كذا تذهب بين الرجال وتروح وتجي، لماذا هذه؟ يقول: وإن إدخال من لا تأمن شره أصعب، يعني واحد يجيب مثلا إنسان يستقبله في البيت وهو لا يأمنه، لا يعرفه، لا يأمن شره، والله بحجة أنه هذا أقارب وهذا عرف وهذا صديق وكذا، يقول هذه أصعب من تلك. وهذه كلها مبالغة في الحياة وفي إيجاد جو نظيف وجو عفيف. هناك تحديات تواجه العفاف اليوم. تعرفون اليوم العالم هذا اللي نحن فيه، يعني مثل ما يقول العامي: مرحبا عفاف، مرحبا حياة، ما عندهم شيء، تمام؟ لا يعترف بهذا الشيء. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن المرأة حينما تخرج، بالذات المرأة، هم شغلهم كله على المرأة أكثر شيء، حينما تخرج من هذه الدائرة وتتخلى عن هذه الدائرة، المجتمع انتهى، لأنها ما راح تكون مربية، ما تكون أم، ما تكون يعني تدير نص المجتمع. ولهذا كتبوا في بعض ما كتبوه من كتب، وقالوا أنه في الأفلام هي سلاح بالنسبة لنا، سلاح من أسلحتنا هو الأفلام، ما يشوفوها الآن، بحيث صار شيء عادي الآن. تدرون الآن بعض الفضائيات بالدول العربية عندنا، يمكن بعضكم يعرف هذا الشيء، روحوا شوفوا على جوجل، يعني على اليوتيوب، هناك بعض المحطات العربية في دول العربية والإسلامية برامج عندهم خاصة، يجيبون ممثلين يجلسون ويتكلموا كلام فاحش إلى أبعد حدود، ويضحكوا طبعا بعنوان نكت وعنوان هزليات وكذا. طبعا هذا الابن جالس والطفل جالس، تمام، فينشأ على هذا، مو هنا بالغرب، هناك بالشرق، وممثلين فنانين وكذا وقدوات بالنسبه لهم.
هذه الشغلة متعمدة. برامج إقامة برامج ويعني أفلام وإلى آخره كلها تريد أن تضرب الحياة. مرة مرات يقال في بعض الدول في أوروبا فمحل من المحلات جعل جائزة، لاحظوا بالشتاء، جعل جائزة لمن يأتي إلى المحل، طبعا جائزة ملابس البو يعني بذاك المحل مشهور، لمن يأتي إلى المحل عاريا. ثاني يوم بالدور واقفين الناس. لماذا يفعلون هذا الشيء؟ حتى يضربون بعد، مش ما في شيء اسمه يعني عيب وكذا. لاحظوا هذه القضايا ليست يعني عفوية. زين، فهذا المجتمع الذي لا يشجع الحياة بل بالعكس يدمر الحياة الآن. البرامج الموجودة، التلفزيون، الألعاب الآن، حتى الألعاب الرياضية الآن قد يبدو ظاهرة جميلة لكن في الواقع هي غايتها أنه تضرب الحياة عند الإنسان وعند المرأة بالذات. ولهذا نحن في هذه الأجواء الصعبة والأجواء التي يرادها أن تدمر الحياة، الإنسان لابد أن يرجع إلى يتمسك بجذوره بقيمه بدينه. يعني لا ينبغي للمسلم أو مسلمة يعتبر هذه الأشياء مما عفى عليها الزمن وانتهت، لا، بالعكس. من الصغر إذا يشوفون الأطفال فيلم يشوفون مسلسل وكذا لازم الأهل معهم. يعني مو معقول الآن تطلع الأطفال ما في فيلم ما في أطفال، صحيح؟ ما في. مو معقول الطفل يترك ساعة ساعتين بدون أن يشوف الأهل، ماذا ينظر هذا؟ بحيث مع الأيام هذه اللقطة الفاحشة التي يمكن ما في بيت يخلو منها، لا، ما في بيت مسلم وغير مسلم، كل الناس تشوف، تمام؟ هذه اللقطة لما تمر والأب ما يدير بال والأم ما تدير بال وبالعكس يطلعون، يعني تتوقع الابن هذا راح يطلع إنسان يعني عفيف؟ يعني أبدا، لأنه يشوف الأهل ساكتين، يعني على الأقل يحاول يسرع الكذا، يحاول يغضون النظر، يحاول كذا، وإن كان لقطات كثيرة كان حتى ما يلحق بعد، ما يلحق، يعني تسعى الخرق على الراقع، ما في الإنسان يحاول يمشي الفيلم كذا، ولهذا لازم يختار، يعني مش سهل، يختار وينتقي ما ينفع، ولهذا ساهموا حتى عندهم هذا مثل هذا بي جي 30 كذا، حتى هذا كذب أصلا، في أشياء أصلا حتى يعني الكبار ما لازم يشوفوها. لكن يضحكوا على الناس، يضحكوا على الناس في هذا. زين، هذا الوضع، نحن في هذا الوضع اللي هذه الموجة حقيقة، موجة الفساد اللي الجارفة التي الإنسان لابد أن يحصن نفسه، لابد أن يصون نفسه، لابد أن يتجه إلى القيم الروحية. طبعا هناك أسباب كثيرة، ولابد أن نعالج القضية بسرعة. هناك أسباب كثيرة لهذا، لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هناك أسباب كثيرة، ولكن الرجوع إلى النصوص الشريفة والأحاديث وإلى هذه القيم وإلى القدوات، دعك عن النصوص، يعني في ذكر الزهراء عليه السلام نذكر أبنائنا نذكر بناتنا أنه يا أبنائي يا بناتي ما ينبغي الإنسان يتعاطى حريته مع الجنس الآخر بكل حرية ومشوة أن أنا حر، ما عندنا شيء، الحرية تؤدي إلى الكوارث، يعني فلا بد أن يعرفوا حدود الحرية. نعم كلام عام بالجامعة شيء آخر، هذا الشيء ما معروف، ولكن أن تصل الأمور إلى درجات تخدش العفة وتضرب العفة، وإذا ضربت العفة مثل فيروس يدخل الإنسان، هذا فيروس دخل إلى الكمبيوتر عندك، إذا دخل هذا الفيروس إلى الإنسان ودمر عند العفة، بعد هذا الإنسان ماذا تتوقع خير من عنده؟ واحد لا يستحي، وإذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت. هذه العفة كما قلنا ليست فقط في الجانب هذا، وإن هناك جوانب أخرى، هناك عفة اليد، يد عفيفة ما تمتد الحرام، حتى لو تنقطع هذه اليد، حتى لو يموت صاحبها لا يمد يده إلى الحرام، هذه يد عفيفة، هناك عين عفيفة، هذه الأمور مقدمات. وهناك نعم من الناس من يعف تعف بطنه، أفضل العبادة عفة البطن والفرج، هذه أفضل العبادة، إذ الإنسان يحفظ هذين الشغلتين الاثنين والله عز وجل يعطيه في حياته، لأنه أغلب مشاكل اليوم البشرية من هذه، تمام؟ إنسان يشتغل ويتعب ويسرق كذا حتى يأكل، تمام؟ وأيضا نفس الشيء يجيب أمواله كذا حتى يضحك على النسوان وحتى يلعب كيفه، وسبحان الله هذه يعني هذه هي اللي تؤدي بالإنسان الكوارث. الآن أغلب النايمين بالحبوس والقبور يمكن أغلبهم من وراء السوالف هذه، تمام؟ شغلتين. فالبطن والأف، ولهذا جعلت أفضل العبادة أن الإنسان يحافظ على هذين،
يحفظهما ضمن برنامج ضمن آلية، مو بس تقول ودير بالك عليهم، هو عايش بين أفلام وبين اختلاط وأجواء، وبس صعب صعب جدا. لابد ضمن آلية معينة يفكر بها الأهل، يفكر بها القيمون، حتى علماء الآن علماء كبار وخبراء في علم النفس وغيره يدرسون هذه الأمور، كيف نستطيع أن نحافظ على القيم حتى لا يشعر الإنسان أنه أقل من الناس إذا حل في مجتمع آخر. بعض الناس يحس أنه أنا embarrassed، يعني لماذا أنا مثلا ما مو ملتزم أصلي إذا الناس كلهم مو هيك، تمام، وكأنه الناس هم دليل، يعني فيشعر بالخجل والحياء، وممكن بعض الأحيان السبب لعقد نفسية، عقد نفسية بعض ال... يعني أنا قرأت بعض ال... وسمعت أيضا بعض النساء البنات يعني اللي يتحجبوا مثلا وبغير قناعة وبغير فهم، أحيانا يصلون إلى حالة من الكره الحجاب، يكرهون حتى الدين، هذا كله يكرهون، فيدورون في الدين آخر حتى يأخذون حريتهم. يعني هذا ليش وصلوا إلى هذه الطريقة النتيجة؟ وصلوا لأنه ليس عندهم اعتزاز بشخصيتهم بدينهم بقيمهم، ولهذا أقل قشة كما يقولون الإنسان ينتهي بهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن يقتدي بهذه السيدة العظيمة وبأمها سلام الله عليهما وبآل البيت الطاهرين، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.